معي عبر الهاتف الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية دكتور عايد مناع. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عايد. إذا تحولات إعلامية مؤثرة تحت هذا الشعار، افتتحت اليوم دورة 17. ما أكثر ما لفتك مقارنة بدورات سابقة وفيما يتعلق بالقضايا التي طرحت؟ والله يمكن يعني كل القضايا الحقيقة التي تدور في العالم العربي إعلاميا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا طرحت وستطرح أيضا لاحقا. هذا المؤتمر في هذه السنة كان شاملا وكثافة الحقيقة في المشاركين وكثافة في الحضور، وأيضا الحقيقة تنوع. يعني مثلا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كان موجود والتقى مع الناس، ايضا الشيخ خالد احمد الخليفه وزير خارجيه البحرين، الحقيقه حوار مطول في المنتدى. نعم، كان الحقيقه متنوع بالاضافه لنا الاخرين كمحاضرين. يمكن انا وزميلي اياد ابو شقره ركزنا على الجوانب الاعلام السياسي في المنطقه العربيه و الأحداث والتطورات التي يعني حدثت والعلاقات الخليج مع دول الجوار. صحيح، هذا كعنوان، وشكرا طرقت للموضوع دكتور عايد بأهمية هكذا لقاءات، هكذا منتدى اليوم بظل كل ما يحدث. طبعا هو مش معتمد على ما يحدث، بس بهذا الوقت كيف يفرض نفسه، تفرض الأحداث بالعالم أجمع خاصة بالعالم العربي على التناول الإعلامي له؟ يعني ما أهم ما أردت أن توصله كرسالة بحديثك عن الإعلام السياسي؟ يعني تعرفي الحقيقة الإعلام ناقل أكثر منه صانع، ولكن أيضا بالتأكيد له دور كبير في التوجيه وفي أيضا التضليل للأسف الشديد. يعني اليوم الرسالة الإعلامية يفترض أن أيضا تتحلى بالأمانة، لأنه في جمهور ممكن أن يتأثر، وهذا للأسف نجده الآن في بعض وسائل الإعلام التي تنحى منحى غير موضوعي. نحن في هذه المنطقة نواجه إشكاليات التهديدات الإيرانية للأسف الشديد، وفي المقابل أيضا إيران يعني متواجدة في شمال الوطن العربي وفي شرقه وتحاول أن تكون في جنوبه، لكن تم الحقيقة حرمانها من ذلك في اليمن. وأيضا عندنا إسرائيل واضطهادها للأشقاء الفلسطينيين، وأيضا هي دولة ليست يعني صديقة على الإطلاق، وممكن أن تكون يعني عدو، وبالتأكيد هي عدو حتى الآن. لذلك نحن علينا أنه نعمل على إحداث التطور العقلاني التنموي الذي ينقل بلداننا إلى مرحلة أفضل. وأعتقد أنه في مرحلة الإمارات والسعودية الحقيقة بدأت قفزات كبيرة جدا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وهذه كلها الحقيقة الإعلام اليوم يجدها مادة لتغذية المشاعر الطيبة والحوار الموضوعي. وممكن العكس كمان، الإعلام الدور اللي يقوم فيه الإعلام، إلى أي درجة فعلا الإعلام هذا الأيام دكتور عايد ممكن أن يفرض ما يريد بغض النظر عما تريده هذه المؤسسة أو تلك، يفرض ما يريده وبالتالي طبعا بيأثر بشكل كبير بالأحداث وبالملفات؟ نعم نعم، هو يعتمد على موضوعية الإعلام. أنا أقولها بكل وضوح، الإعلام الموضوعي والطرح الموضوعي هو الذي يفرض نفسه مهما كانت الدعاية ومهما كان التحريض ومهما كانت العدائية. يبقى الناس الحقيقة تبحث عن الخبر الصحيح، عن التحليل المنطقي المدعم بالأدلة. أما ما عدا ذلك فقد يكون له تأثير وقتي وعاطفي وسريع، لكنه لن يغير شيئا. اليوم نحن في مرحلة تنموية، نقلة نوعية. الإمارات يمكن على وشك لا تعتمد على النفط إلا ب5%. السعودية عندها الحقيقة يعني رؤية 2030، طبعا الكويت عندها رؤية 2035،
ومدينة الحرير، سعودية اليوم، الإمارات ما شاء الله تطور سريع ومتسارع. صحيح. نحن في ومن هنا يعني كان في تركيز كبير يكفي بالشعار. انتهى وقتنا، اعذرني. تحولات إعلامية مؤثرة، كان واضح من الشعار هذا الاهتمام. شكرا لك. عبر الهاتف دكتور عايد المناع، الأكاديمي والباحث شؤون سياسية.